السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بيكم حبيتي في فيديو جديد من كرفان وحس. النهارده ان شاء الله بناء على طلبكم عملت لكم الوحده دي. هتعملي بيها بطانيه، تعملي منها بلوفر، تعملي منها مفرش، تعملي منها مقلمه، شنطه، ايا كان. الوحده جميله جدا وسهله وبسيطه بورده كده جميله. تقدري نعمل منها حاجات كتير قوي. قولي لي اشتريت انتوا عايزين تعمل بيها ايه. والنهارده طريقه الوحده، نبتدي. بسم الله. دي بواقي الخيوط اللي هنشتغل بيها، تمام. اختاري بقى الالوان اللي انتي حباها. انا هاخد اللون الاصفر الاول وهستخدم ابره رقم 3 ملي. هعمل حلقه سحريه كده وهاخد لفه واعمل سلسله واعمل حشو، سلسله واعمل حشو، سلسله واعمل حشو، سلسلة واعمل حشو. عملت 8 حشو، هعمل اخر سلسلة وهشبك في اول حشو هنا بغرزة منزلقة. هعمل منزلقة جوه الفراغ، هدخل كده بس بدل ما اسحب ده هسحب اللون الابيض وابتدي اعمل غرزة الفشار. 1 2 3 لفة، وفي نفس الغرزة هعمل عمود، نفس الغرزة هعمل عمود، وفي نفس الغرزة هعمل عمود. كده كام؟ 4. في نفس الغرزة هعمل عمود، هشد كده هدخل في اول عمود هنا واسحب دي وادخلها كده، تمام. 1 2 3 سلسلة وهاخد لف، هدخل في الفراغ اللي هو بتاع السلسلة ده اللي بين الحشو والحشو، هدخل هنا في الفراغ بتاع السلسلة وهعمل 5 اعمدة. ادي 1 في نفس الفراغ، 2 3 4 5. هدخل هنا في اول عمود واسحب الخيط ده كده واعمل 3 سلسلة، 1 2 3. هاخد لف، هدخل في الفراغ اللي بعديه اللي هو بين الحشو والحشو كان فيه سلسلة دي، هدخل فيها واعمل 5 اعمدة. ادي 1 2 3 4 5. هدخل في اول عمود واخد دي واسحبها كده وبعدين اعمل 1 2 3 سلسلة، هسيب الحشو بين الحشو والحشو في فراغ صغير كده اهي. اخر السطر عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. هعمل 2 سلسلة، 1 2، وهدخل هنا شايفة دي كده، هاخد لفة واعمل غرزة حشو. انا عايزة افضل جوه الفراغ، بس انا بدل ما اسحب اللون الابيض هسحب اللون الجديد اللي انا هعمله، ايا كان بقى الالوان اللي انت هتستخدميها. هسحب اللون ده بعد كده بربطهم من ورا. واحد اتنين تلاتة سلسلة، هاخد لفة وفي الفراغ ده نفسه هعمل 2 عمود، 1 2 سلسلة واحدة، وهنا بين المجموعتين دول هنا هو هعمل 3 اعمدة. ادي 1 2 3 سلسلة، هنا هو هعمل 3 اعمدة، 3 2 سلسلة، 1 2 3 اعمدة في نفس الفراغ عشان اعمل الزاوية. 1 2 3 سلسلة، هنا هو هعمل 3 اعمدة، 1 2 3 سلسلة، هنا هو هعمل 3 اعمدة، 2 سلسلة، 3 اعمدة في نفس الفراغ عشان اعمل الزاوية. انا مرة بعمل سلسلة كده خلاص، يبقى انا مرة بعمل هنا سلسلة 3 اعمدة، سلسلة 3 اعمدة، وفي الزاوية بعمل 3 اعمدة، دي سلسلة 3 اعمدة. هكمل لغاية ما اوصل هنا، كملتها. واخر جزئية هنا عملت طبعا سلسلة، هنا هعمل هنا اهو 3 اعمدة، 1 2 3
سلسلة واحدة وهدخل هنا واخد لفة او اعمل سلسلتين. اقول لك على حاجة، اعمل اتنين سلسلة واقفل هنا اهو بغرزة منزلقة واقطع الخيط، اسحب دي اسحبها كده خلاص، وبعدين ابقى انضفها. هدخل في اي زاوية، هدخل في الزاوية في الزاوية دي كده، واسحب اللون البنفسجي واعمل تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، واعمل كمان عمودين في الفراغ ده، ادي واحد اتنين سلسلة في الفراغ اللي بعديها، هعمل تلات اعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة سلسلة في الفراغ اللي بعديها، هعمل تلات اعمدة في الفراغ بتاع الزاوية، هعمل تلات اعمدة اتنين سلسلة تلات اعمدة تلات اعمدة اتنين سلسلة تلات اعمدة في نفس الفراغ، ادي واحد اتنين تلاتة سلسلة، هعمل هنا تلات اعمدة سلسلة، هنا تلات اعمدة سلسلة، وفي الزاوية هعمل تلات اعمدة اتنين سلسلة تلات اعمدة. اخر الزاوية الاخيرة عملت فيها تلات اعمدة بس، هعمل كده، هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة، وهاخد لفة والف الشغل في الفراغ الاولاني ده، هعمل تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة سلسلة في الفراغ اللي بعديها، تلات اعمدة سلسلة في الفراغ اللي بعديها، تلات اعمدة سلسلة في الزاوية، تلات اعمدة اتنين سلسلة تلات اعمدة. في نفس الفراغ سلسلة في الفراغ ده تلات اعمدة سلسلة في الفراغ ده تلات اعمدة سلسلة في الفراغ ده تلات اعمدة كده اهو سلسلة، وهسيب العمودين دول فوق اخر عمود هنا عملته، هعمل عمود بس واقطع الخيط واسحب دي كده اهو، كل ده يتنضف في الاخر. تمام، ادي شكلها دلوقتي. هبتدي بقى باخر لون واسحبه، هعمل اول عقدة ولا مش غير عقدة، هاجي هنا اهو واخد اسحب الخيط واعمل تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، تلات عمودين في نفس الفراغ، واحد اتنين سلسلة عمود في تلات اعمدة في الفراغ اللي بعده، واحد اتنين تلاتة سلسلة، تلات اعمدة في الفراغ ده سلسلة، تلات اعمدة في الفراغ ده سلسلة، في الزاوية تلات اعمدة اتنين سلسلة تلات اعمدة في نفس الفراغ، سلسلة تلات اعمدة سلسلة تلات اعمدة سلسلة تلات اعمدة سلسلة تلات اعمدة كده اهو. تمام، اهي شكلها كده دلوقتي. هعمل بقى اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، هاخد لفة وهلف الشغل، هعمل هنا تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، دايما اختاري الخيط كله يبقى سمك واحد علشان يبقى الوحدة معاكي مظبوطة. سلسلة تلات اعمدة سلسلة تلات اعمدة سلسلة تلات اعمدة سلسلة، في الزاوية هنا تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة كده اهو، سلسلة تلات اعمدة سلسلة تلات اعمدة سلسلة تلات اعمدة سلسلة تلات اعمدة سلسلة، واخر عمود في السطر هعمل فوقيه عمود. عايزه تكبري عن كده كبري، عايزه تسيبيها كده هتسيبيها، وهقطع الخيط على كده. في ظهر الشغل
ابدا اداري كل يا اما بالابره تنظيف يا اما بالابره كده مع كل لون مع اللون بتاعه عشان يبقى الشغل بتاعي نضيف كده، واقص اي زياده عندي. وبكده يا امارات سهله وبسيطه. شوفوا احنا عايزين نعمل بيها ايه، شنطه ولا مفرش ولا ايه بالظبط؟ قولوا لي في التعليقات. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.